مش مفاجأة يعني، أكيد مش مفاجأة بالنسبة لنا للناس اللي كانت عارفة كورة، لكن الحمد لله واللي حصل حصل، ويعني خسرنا وخيبة أمل كبيرة لكل عشاق الرياضة المصرية. كان نفسنا إن احنا نعمل حاجة إيجابية في مباراة النهاردة، لكن بصراحة السعودية تفوقوا في كل حاجة النهاردة، وهارد لك المنتخب المصري كل التمنيات في مواقع قادم بإسم الله. يعني عايز أقول لكم النهاردة خسرنا 2-1 في آخر ثواني، جون في آخر ثواني في شباك الحضري، اللي لو ما كانش جه الجون النهاردة كان هياخد أحسن لاعب في المباراة 100% الحضري، لكن قدر الله ما شاء فعل. مش عايز الناس تزعل، إن شاء الله الجاي أحسن والقادم أحسن بإذن الله، لكن نرتب أوراقنا ونكون يعني عارفين او عايزين نعرف احنا عايزين نعمل ايه بالظبط في كاس العالم اللي جاي ان شاء الله، وعلى اثره ان شاء الله نبدا نرتب اوراقنا من اول وجديد. كل التمنيات مره ثانيه للمنتخب المصري في مواقد. عايز اقول لكم ان محمد صلاح النهارده علل اسباب الخساره، قال ان هي بسبب قله الخبره للاعبي المنتخب الوطني، قله الخبره سبب الوداع المبكر للمونديال. ده كلام محمد صلاح النجم المصري، واللي برر النهاردة الهزيمة، وقال النتيجة أو النتائج المخيبة للأمال للمنتخب المصري نتيجة قلة الخبرة. وقال صلاح أن الخبرة كانت سببا رئيسيا في ظهور الفراعنة بأداء باهت في مونديال روسيا. وجه صلاح الشكر للجماهير المصرية والتي حرصت على مساندة الفراعنة في الفترة الماضية، وتابع سنستعد بقوة المونديال المقبل 2022 من أجل الظهور بشكل أقوى. ده كلام النجم العالمي، نجم مصر محمد صلاح ونجم ليفربول الإنجليزي. محمد صلاح النهاردة أحرز هدف ولا أروع من تمريرة عبد الله السعيد، التمريرة بتاعتنا المعتادة. عبد الله السعيد دايما أو أي حد مني أيا كان طارق حامد دايما بيبصوا للعيب، يعني مش عايز أقول بقى الحيلة بتاعتنا. محمد صلاح اللي انفرد بسرعته ووقف الكرة توقيفة ولا أروع، وروضها مش وقفها كمان، وحط لب من فوق حارس مرمى السعودية ليحرز الهدف الأول. وإن كان ضيع انفراد تاني سهل جدا كان عايز يعملها تشيب، لكن الكرة طلعت بجانب القائم الأيسر، وإن كان ممكن يعترض عليها الفريق السعودي لأن محمد صلاح كان في وضع تسلل من وجهة نظر يعني. لكن في الأول وفي الآخر خسرنا المباراة 2-1، عشان كده صلاح قال قلة الخبرة كانت تنقص لاعبي منتخب الفراعنة. وقال كمان يعني بعيد على حضراتكم أنه بيشكر الجماهير المصرية والتي حرصت على مساندة الفريق في الفترة الماضية. الجون اللي أحرزه صلاح النهاردة وتحركاته في الملعب، وإن كان مش صلاح اللي احنا عارفينه، لكن الاتحاد الدولي أعطى صلاح لقب أفضل لاعب في المباراة. توج محمد صلاح نجم المنتخب المصري بلقب أفضل لاعب في مباراة مصر والسعودية بختام مباراتين المنتخبين ببطولة كأس العالم في روسيا. وخسر منتخب مصر زي ما قلت لحضراتكم بنتيجة 2-1 في الثواني الأخيرة. وأوضح صلاح أنه تسلم الجائزة بالفعل، ولكنه رفض التصوير بها لأن الجائزة خاصة بإحدى شركات الخمور زي ما عمل الشناوي قبل كده، والتصوير بها يخالف تعاليم الإسلام. ده كلام النجم صلاح. ويعتبر صلاح ثاني لاعب بالمنتخب المصري يرفض التصوير بجائزة أفضل لاعب بعد محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب، والذي حصل عليها بعد مباراة مصر وأوروجواي في الجولة الأولى. أكيد حضراتكم تفتكروها، مباراة كان تألق فيها الشناوي بشكل لافت للأنظار، وقال للناس كلها اللي كانت بتشكك فيها يا جماعة أنا موجود وما تقلقوش على حراسة مرمى منتخب مصر، لكن النهاردة كان بيمثل منتخب مصر في حراسة المرمى الحضري لظروف أكيد حضراتكم كلكم تعلموها. النهاردة الحضري عمل ريكورد في كاس العالم انه اكبر لعيب، كان نفسنا نعمل ريكوردات اكتر من كده او ارقام اكتر من كده، لكن لقب شخصي لعصام الحضري بصراحه يستاهلوا تتويج لمشواره الكبير في عالم كره القدم. 45 سنه ما شاء الله و100 وحاجه يوم داخل في 46 سنه، والنهارده كان حارس مرمى كالعاده الحضري كالعاده يعني. وان كان الجون الثاني مش عارف بقى حضراتكم هتشوفوا ان هو مثلا يسال عليه جزئيا ولا لا، لكن مش عايز اتكلم بصراحه ومش عايز يكون لينا راي في منتخب او اداء منتخبنا المصري زي ما احنا متعودين معاكم. خلونا في الاهلي وخلونا في نادينا الكبير، لكن خيبه امل في الاول وفي الاخر للجماهير المصريه اللي كان عندها عشم ان نعمل اي حاجه في كاس العالم، نقول ان احنا عملنا حاجه حتى ولو نقطه، لكن خرجنا للاسف بدون نقاط. طيب نروح لخبر تاني
دي الصور قدام حضراتكم للنجم الكبير محمد صلاح، وزي ما قلت لحضراتكم ان هو خد افضل لاعب في مباراه مصر والسعوديه النهارده، بصراحه يستاهل، عمل مجهود كبير قوي مع منتخب مصر الفتره اللي فاتت، عشان كده ربنا توج مجهوده بهدف النهارده ولا اروع من كده، وكمان توج مجهوده انه يطلع رجل المباراه الاول. صلاح لسه مش صلاح، صلاح لسه بيعاني من الاصابه في الكتف. مدرب السعودية بيقول تحكمنا في الكرة طوال المباراة، دي حقيقة، وكلنا شفنا النهاردة السعودية عملت ايه، وان كان السعودية بتفتقد حاجة مهمة جدا والحمد لله انهم بيفتقدوها، بيفتقدوا الكثافة الهجومية في ال 18. السعودية لو بيعملوا كثافة هجومية في ال 18 كانت النتيجة للأسف كانت هتبقى أكبر من كده، لكن السعودية بتحكمه في زمام الأمور كاملة في منتصف ملعب الخصم اللي هو كان احنا مصر النهاردة بطريقة غريبة جدا، حتى ضغطنا حتى أسلوب لعبنا برضه مش هنتكلم ونعلق، لكن السعودية النهاردة بصراحة زي ما بيقول مدرب تحكمنا في الكرة طوال مباراة مصر. قال المدير الفني للمنتخب السعودي بيتزي أن القرارات التي اتخذها كمدرب جاءت طبقا لما يراه في التدريبات، وأن المعلومات التي تتوفر لديه قد لا تتوفر لدى الآخرين. هو يقول بقى اللي هو عايزه بقى حقه. وأضاف في حديث بعد الفوز على المنتخب المصري في نهاية مشوار الفريقين في مونديال روسيا 2018 أنه في بعض الأوقات قد يقوم باتخاذ قرارات قد لا ترضي الإعلاميين، ولكنه يلعب بالشكل الصحيح. أنا بتفق بالكلام ده تماما، فإذا لعب بمهند عسيري من البداية سيكون هناك مساحات كبيرة ستمنح الخصم حريات التحرك. وعن إهدار منتخب مصر أكثر من فرصة بعد الهدف الأول الذي سجله محمد صلاح قال: أعتقد أنه لا توجد مساحات قبل الهدف، لكن بعد الهدف هناك مشكلة في الانسجام بين المدافعين، وكانت هناك محاولة أخرى لصلاح، ولكن بعد ذلك تحكمنا بالكرة طوال المباراة. ده كلام مدير فني للمنتخب السعودي، وحافظنا على توازننا وتصدينا المنتخب المصري وقمنا بإغلاق المساحات والتي ظهرت في بعض لحظات المباراة. مش عارف حضراتكم شفتوا ضربة الجزاء الثانية للمنتخب السعودي ازاي، ومش عارف برضو شفتوا أداء الحكم النهاردة شكله ازاي. كل الأسئلة دي مطروحة للجميع. ده كان مدرب المنتخب السعودي، وكان بيتكلم بثقة كاملة جدا، وبصراحة بعيدها لحضراتكم تاني، حقه جدا جدا، لأنه تحكم النهاردة في معظم أوقات المباراة، وتحكم المنتخب السعودي في الحالة العامة لملعب المباراة. ده الحكم قدام حضراتكم، ده عصام الحضري في تصدياته النهاردة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. دي تصدي لضربة الجزاء الأولى. بقول لكم النهارده عصام الحضري وما كانش جاب جه في الجون الثاني كان هياخد رجل المباراة، عشان كده عصام الحضري كان منهار بعد الجون الثاني، وعشان كده عصام الحضري كان عنده فرحة هستيرية بهدف محمد صلاح، وإن كان الهدف لا يجدي نفعا في مكاننا في كأس العالم أو قعدنا أو مشينا، لكن عصام الحضري بالنسبة له إنجاز وتحطيم أرقام شخصية بالنسبة له، عشان كده كان نفسه يكسب النهارده المنتخب المصري أو حتى يتعادل مع المنتخب السعودي وياخد نقطة ويقولوا ان عصام الحضري كان في هذه المباراة، لكن خلاص زي ما قلت لحضراتكم تاني كان عنده صدمة بالهدف اللي دخل فيه التاني، عشان الكلام اللي كان ممكن الفيفا تكتبه عليه، وعشان كان ممكن كمان ياخد رجل المباراة، لكن الحمد لله. مش عايزين بقى نقعد نتكلم لان الكلام مش هيفيد. انا دايما ما بحبش اتكلم بعد المصيبة، يعني بعد الحاجة ما بتحصل ما بحبش الكلام، بنتكلم قبليها. احنا هنا كقناة قلب دايما بنقول يا جماعة نخلي بالنا نخلي بالنا نخلي بالنا، لكن بعد الحدث خلاص بقى كله بيتكلم، يعني بعد الحدث وكله بيشوف. احنا شفنا قبل كده الحمد لله، وقلنا يا جماعة نخلي بالنا في 1 2 3 4 5 6 7 8 لغاية 100، لكن بعد الحدث خلاص بقى الموضوع اتشاف والدنيا كلها مفتوحة، هتلاقوا منتقدين كتير وكله هيصف. فبالتوفيق إن شاء الله. عايز أقول لكم إن اتحاد الكرة النهاردة طلع بيان حول اختيار مدينة جروزني في المونديال. ناس كتير قوي اتكلموا على مدينة جروزني وازاي اتحاد الكرة يختارها، والمسافة بعيدة جدا بين الملاعب، وسافرنا ورجعنا وسافرنا ورجعنا، لكن اتحاد الكرة النهاردة طلع بيان كالتالي: أكد الاتحاد المصري لكرة القدم عن أن اختيار مقر المعسكر المنتخب الوطني الدائم خلال مشاركته في بطولة كأس العالم حكمته اعتبارات عديدة وفق نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجنة المنظمة للبطولة LOC، وحسب النقاط التالية. بيبرر بقى الاختيار: كانت مدينة جروزني ضمن المنتخب الوطني، قامت إدارة الفريق بصحبة المدير الفني هيكتور كوبر بتفقد المقار المتاحة،
وقع اختيار مدير فني على مدينة جروزني. ليه بقى؟ اسألوه. لأسباب فنية بتجاور من أسباب دي، إن هو ملعب المباراة جنب الفندق. ماشي، طب والسفر؟ هنشوف. حيث أنه ملاصق لفندق مقر الإقامة باعتباره أفضل ملاعب تدريب أو أفضل ملعب تدريب من الملاعب المتاحة. ماشي، ويبعد مقر الإقامة بها عن المطار بسبع دقائق فقط، فضلا عن بعد المقر عن أي ضجيج. دي أسباب اختيار الملعب. يعني احنا بنقول الأسباب طبقا لما هو طالع في البيان. تم اتباع ما ورد في التعميم رقم 2 الصادر عن الاتحاد الدولي والخاص بنظام الإقامة خلال البطولة، حيث يتحمل الاتحاد الدولي نفقات الإقامة بمحاسبة الفنادق والتي ينزل بها كل فريق. تتم آلية هذه المحاسبة من الاتحاد الدولي إلى إدارة الفنادق مباشرة على أساس الفواتير المرسلة من الفيفا للاتحاد المصري في هذا الشأن، ويسدد الاتحاد المصري هذه الفواتير للفيفا من الحصة الممنوحة له. ده كلام أو ده البيان اللي طلعه اتحاد الكرة، وهي الحصة نفسها الممنوحة لجميع الفرق المشاركة بما لا يدع أي مجال لأي جهة أخرى في دفع أي مستحقات مالية على المنتخب. كلام واضح يا جماعة للجميع. جميع الفنادق التي أقام بها المنتخب الوطني قبيل مشاركته في المباريات الثلاثة بالبطولة بثلاثة مدن مختلفة أيضا من اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويسري عليها النظام المحاسبي نفسه والذي تتم تطبيقه في معسكر الفريق بجروزن. ده كان بيان اتحاد الكرة. طيب يلا نروح بقى لأخبارنا، أخبار الأهلي. الأهلي يواصل الاستعداد للموسم الجديد. وصل الفريق الأول نادي الأهلي لكرة القدم بكتف المدير الفني كالتيرون تدريباته خلال معسكر الفريق في اسكندرية. إن شاء الله يكون معسكر ناجح ويجيب أهدافه الجهاز الفني عايزها. نروح نشوف محمد سعيد معانا على التليفون عشان يقول لنا كل جديد في المعسكر. محمد سعيد أهلا بيك.